السلام عليكم. اليوم غنديروا الدرس ديال الرياضيات بالنسبة للجدع المشترك العلمي، الدرس الأول ديال نوسيون داريتميتيك على بركة الله. دونك إذن غنبداو لاريتميتيك دون إن اللي غنشوفو فيه أول بارتي اللي هي لونسومبل دي نومبغ أونتي ناتوريل. هاد لي نومبغ أونتي ناتوريل كنرمزو ليهم بإن، هما الأعداد كنكتبوها بحال هكا. هاد إن هادي هما الأعداد اللي الإنسان فاش يالله بدا كيحسب بدا بهم، يعني فاش يالله البشرية بدات الحساب بدات بواحد جوج تلاتة أربعة صفر إكسيتيرا. هاد الأعداد الصحيحة الطبيعية ما فيها لا جذر لا ناقص لا فاصلة لا كسر، ما فيها والو، سي سون دي نومبغ أونتي ناتوريل، صحيحة طبيعية. إذا كيبداو هاد لي نومبغ من زيرو، أن دو تخوا كاتخ سانك سيس إلى ما لا نهاية، تفاهمنا؟ ما فيهم لا جذر لا كسر لا فاصلة لا كسر، مزيان؟ دونك بعض المرات في بعض التمارين غتلقاو ان ايطوال، ان ايطوال كتعني هاد لي نومبغ هادو، هاد الاعداد الصحيحه الطبيعيه اليكسيبسيون دو زيرو. دونك كتبدا من ان دو تخوا اكسيتيرا، ما فيهاش زيرو، ديك النجمه كتدي كطير ليها زيرو، ما كيبقاش هنا، مزيان؟ دونك هاد لي نومبغ اونتي كينقسموا لجوج الانواع، فيهم لي نومبغ بير اي لي نومبغ امبير. يعني البارتي الثانية علاش كنهضر دابا؟ أعداد زوجية وأعداد فردية. دونك بطبيعة الحال كلكم كتعرفوا الأعداد الزوجية، هما مثلا إلا قلنا جوج عدد زوجي، أربعة عدد زوجي حيت ممكن نجمعوا على شكل أزواج، ولكن ثلاثة ليس عدد زوجي حيت فيه واحد العدد شيط اللي هو عدد فردي. إذا الأعداد الزوجية صفر غنشوفوا واش زوجي ولا فردي. هما جوج وربعة وستة اكسيتيرا. هاد الأعداد إلا لاحظتوا معايا هاد جوج ممكن نكتبها على شكل جوج مضروبة في واحد، وهاد ربعة ممكن نكتبها هي جوج مضروبة في جوج، وهاد ستة ممكن نكتبها هي جوج مضروبة في ثلاثة. أشنو كتلاحظوا هنا؟ كتلاحظوا أن هاد العدد جوج دائما كيتعاود مع تغير في العدد اللي كنضربوا فيه. إذا ممكن نعطيو واحد المفهوم للأعداد الزوجية، نقولوا تو لي نومبغ بيغ كيتكتبوا على شكل دوكا، ياك جوج مضروبة في شي حاجة، ولكن هاد الحاجة هادي افيك كا ابارتيان ا ان، فهمنا؟ كتكتب على جوج مضروبة في شي حاجة، مثلا جوج شي حاجة هنا هي واحد، جوج في جوج، جوج في ثلاثة اكسيتيرا. دونك دوكا افيكا ابارتيان ان. خذوا ليا هكا مثلا نعطيو شي عدد، مثلا الا كان كا 15 غتكون جوج فوا 15 هي شحال؟ هي 30، 30 عدد زوجي، مزيان؟ دابا صفر غنخليه حتى الاخر وغنشوف واش زوجي ولا فردي. غنمشيو لواحد وثلاثه وخمسه، هادو اعداد فرديه، مزيان؟ هاد واحد ممكن نكتبو هو جوج مضروبه في صفر زائد واحد، وهاد ثلاثة هي جوج مضروبة في واحد زائد واحد، وهاد خمسة هي جوج مضروبة في جوج زائد واحد، مثلا إلا كانت سبعة هي جوج مضروبة في ثلاثة زائد واحد. أشنو كتلاحظوا هنا؟ كتلاحظوا أن الأعداد الفردية فيهم واحد جوج الأعداد كيتعاودوا، جوج وواحد دائما كيتعاودوا مع تغير في هاد العدد اللي كاين في الوسط، داكوغ؟ دونك لي نومبغ أمبيغ ممكن نحطوا لي نومبغ امبير اللي هما الاعداد هادو اعداد زوجيه وهادو اعداد فرديه، بير زوجي امبير فردي. دونك ممكن نكتبوا الاعداد الزوجيه كلهم على شكل دوكا بليس ان افيك كا ابارتيان ان، مزيان؟ دونك اي عدد قدرنا نكتبوه على شكل دوكا بليس ان هو عدد فردي، مزيان؟ أعطيو شي عدد لكا، مثلا إلا عطينا لكا سبعة، مثلا جوج في سبعة 14 زائد واحد 15، كان زيت النومبغ أمبيغ.
مزيان هذه بالنسبه للبارتي الاولى ديال لي نومبر بير اي لي نومبر امبير انا اعطيكم بعض الامثله دونك مثلا بطبيعه الحال في التمارين ما غيعطيكش الاستاذ 14 قول لي واش زوجي ولا فردي فهمنا واخا الا عطاها لك راه ما عندكش الحق تقول لي راه 14 زوجيه حيت شفتيها زوجيه لا 14 شنو هي هي جوج مضروبه في 7 بما ان 14 كتكتب على جوج ملتيبلي فوا ك في 7 اذا هو عدد زوجي لانه يكتب على شكل دوكا تمارين اللي غتلقاوهم نتوما في القسم مثلا كيعطيك بحال هكا 14 ان كاري ياك بليس 6 ان بليس 8 كيقول لك ايتيدي لا باريتي دي نومبر سويفون ولا ديال هذا النومبر فاش كيقول لك ايتيدي لا باريتي يعني ادرس زوجيات راه ماشي هو زوجي يلا انت غتعرف واش هو زوجي ولا هو فردي دونك كاين واحد كتشوف فيه بحال هكا بان لي 14 وهذا الزوجي 16 زوجي 8 زوجيه اذا عندي الحق في هذه الحاله نعمل بجوج الا عملت بجوج هنا اش غيكون عندي غتكون عندي جوج 2 فاكتور 2 7 انو كاري 2 فوا 7 سسخا 14 انو كاري بلس 2 فوا 8 ان بلس 2 فوا 4 ايغال ا 8 دونك اون بوز ان او بيان كا ايغال ا 7 انو كاري بلس 8 ان بلس 4 فهمنا كدير انت كتخيل هادي تدير نضاع واحد العدد سمينا حنا كا سميه ا سميه بي ما يهمش الرمز سمينا كا ايغال 7 ان هادشي اللي بين قوسين دونك عندي الحق دابا اش غنلقى اش غنلقى غنلقى ان هادي كتساوي جوج مضروبه في كا هاد كا هذا شكون هو هو 7 ان زائد 8 ان زائد 4 دونك غنقول الوغ ولا دونك ان الى سمينا هذا ا ايت ان نومبر كي داير دوكا سافو دير بير زوجي داكوغ هذا بالنسبه للاعداد الزوجيه غنعطيكم مثال ديال الاعداد الفرديه واخا نديرو هنا نيت مثلا عطيتك واحد العدد مثلا 12 اكس بليز 7 12 اكس بليز 7 هاد 12 زائد 7 12 هي جوج في 6 يعني ممكن نعمل بجوج ولكن ما كاينش شي عدد غنضربو في 7 غنضربو في جوج وغيعطيني 7 اذا فاش كتلقى شي عدد فردي اش كدير كتقسمو غتولي عندي هادي الا درنا هنا بي غتساوي هي 12 اكس زائد 6 زائد 1 هاد 7 اش درت ليها قسمتها 6 زائد 1 هي 7 بحال ما درت والو دونك فهادو واش عندي الحق نعمل بجوج سي بيان سور عندي الحق غتكون 2 فاكتور دو 6 اكس بليس 3 بليس 1 دونك اش كدير اون بوز ك ايغال 6 اكس بليس 3 هادشي دائما داكشي اللي كاين بين قوسين هو اللي كنحطو ليه واحد العدد اش غيكون عندي غيولي عندي بي اش غيساوي جوج ك بليس 1 دو ك بليس 1 دونك لو نومبر بي لو نومبر بي ايت ان نومبر امبير يعني عدد فرد نتمنى انكم فهمتوا هذه البارتي ندوزو للبارتي الثانيه